تقول حقيقة للمسؤول إيراني بأنه إيران لم تدفع ريال إيراني لقاف نعم. الأمن التي تفرضه أو تحاول أن تسويه في سوريا. معناتها هي رسالة للغرب بأنه أنا ممكن أقوله بالطاولة كلها بالمنطقة أمنيا بالتبشيرات وهي بإيدها الميليشيات القاعدة وداعش. بالنسبة للإستثمارات نعم الإستثمارات هي جزء من مخطط إيران طبعا مخطط إيران عن طريق لاستعادة أمواله. انصدمت إيران من 2015 لما فشل الحرس الثوري وجيش أبو شحاطة على جيش بشار أسد بقمع السوريين واضطرار لدخول قوات روسية ب 2015 حقيقة ذلك قلب المنقلة على 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 إيران باستبداد الأموال. أنا بشك إنه تستطيع إيران بوجود اللاعب الروسي مهم صار بالأرض السورية بشك على إيران إنه تستطيع أن تسترد أمواله. لذلك مبارح أو أول مبارح صرح المسؤول الإيراني بتهديد أمني بموضوع استرداد الأموال.